عارفين الـ variable of integration في كل الأشياء اللي رح نشتغل فيها رح يكون هو ثيتا in radians. إذن الـ variable اللي بعمل عنده integration لأنه أنا حتى أطلع RMS بدي integration، حتى أطلع average بدي integration. الـ variable of integration لكن ثيتا هي نفسها اوميجا تي، وهي دايمنشنالي كوريكت مش هيك؟ هلا انا بفضل اكتب اوميجا تي واعمل انتجريشن اجينست اوميجا تي عشان اذكر نفسي انه في فريكونسي. اوكي؟ لكن هذه دايمنشنالي ما فيها غلط مش هيك؟ ايش اوميجا وحدتها؟ راد بير سكند، وعمالي بضربها بسكند فعمالها بتعطيني راد مش هيك؟ فهاي المعادله هون دايمنشنالي صحيحه ما فيها اي شيء، بس انا راح اعمل وما راح اعمل انتجريشن اجينست تي. اوكي، اذا هاي الشغله الثانيه تي از، فانا ما راح اعمل انتجريشن من 1 ملي سكند ل 2 ملي سكند او من 2 ملي سكند ل 3 ملي سكند، انا راح اعمل انتجريشن من ثيتا 1 لثيتا 2. اذا تي از نوت ذا فاريبل اوف هاي مهمة. إذا إحنا لما بنيجي نقول مثلا عندي ساين أوميجا تي وبدي أعمل انتجريشن لساين أوميجا تي أجينست أوميجا تي، فلما بعمل انتجريشن لساين أوميجا تي بعملها with respect to أوميجا تي. أوكي؟ الكل فاهم هاي؟ لو إني عملت في فرق بين إني أعمل هيك وأعمل انتجريشن لساين أوميجا تي with respect to تي، ما رح نعمل هيك. ممكن اعمل هيك اذا بدي، بس ما اخذت كورس. نعم، لو عملت اللي تحت وقسمته على اوميجا تمام بقدر احول. بالضبط بقدر احول. فاحنا الشكل العام لح انتجريشن رح يكون من ثيتا 1 ان راديانس لثيتا 2 ان راديانس، ولذلك لانه الفاريبل اوف انتجريشن هو ثيتا لازم يكون عندي الليمتس اوف انتجريشن كمان هم ثيتا، وهون رح يكون عندي اف اوف اوميجا تي مش اف اوف تي، وراح اعمل بعدين انتجريشن الفيربل اوف انتجريشن هي دي اوميجا تي. هذا هو الشكل العام اللي عم نعمله. فلو عندي مثلا انا ساين ويف او فرضا هاي الويف فورم، افترض عم بعمل انا انتجريشن لهاي الويف فورم من هون لهون فرضا ومن هون لهون، وهذه عندي هون ثيتا 1 وهذه ثيتا 2 وهاي ثيتا 1 وهاي ثيتا 2، وانا بدي اعمل انتجريشن لساين فرضا، فعمالي بعمل انتجريشن من هاي النقطه من ثيتا 1 لثيتا 2، ونفترض عمالي بعمل الافرج رح يكون عندي limits of integration in radian. اوكي، وعندي الفانكشن as a function of omega t وبعمل integration with respect to omega t. اوكي، الفرق طبعا واضح لان اذا عملت integration with respect to